سوزا يمتلك قدم يمنى قوية، المرور جميل من كميزي، العرضية الاتفاقية لا زالت الخطورة. نعم، جول جول لتشي. نعيم 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 نعيم، هدفنا الاتفاق. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا نعيم، نعيم السليطي النجم الرائع يمتاز بالتسديد ويستمر في التميز ويسجل رابع أهدافه خلال ثلاث لقاءات حتى لا. نعيم، حلوة حلوة اللقطة، هدف أول اتفاقي. شوف نعيم، شوف نعيم بطريقته المفضلة هي التسديد بأهداف التي يسجلها دائما هذا النجم نعيم السليطي، يتقدم لأبناء خالد العطوي بهدف اتفاقي أول. يتقدم الاتفاق، شوف الفرحة من خالد العطوي على ركلة جزاء اتفاقية. فيليب ومصطفى، فيليب فيليب فيليب، جول! هدف اتفاقي ثاني من ركلة الجزاء. الاتفاق يتقدم، الاتفاق يتقدم. صحيح خرج من الكاس، ولكن في الدوري شديد الباس، شديد الباس. الاتفاق خرج من الكاس، ولكن في الدوري شديد الباس. يريد الاستمرارية، يريد الانتصارات، يريد انتصار ثاني على التوالي، ويريد أيضا تعويض خسارته في كأس الملك أمام الفيصلي. فريق نادي الاتفاق يعود لتعزيز تقدمه بهدف ثاني من ركلة جزاء عن طريق مدافع فيليب كيش، عن طريق مدافع فيليب كيش. 2-0 2-0 ويحاول لعناصر الاتفاق يعود، يعني الغامدي يكسب وقت ويمرر لسوزا. انطلاق الآن اتفاقية، سوزا يحاول، سوزا التمرير خطيرة، وليد الزار، وجول! جول جول! يا عيني يا عيني يا عيني، الاتي الاتي فاق، الاتي فاق، وفي الدوري فاق، وصحصح وفاق وصحصح. الاتفاق يتقدم، الاتفاق يسجل الثالث وينهي الامور، وينهي الامور. هدف ثالث اتفاقي جميل من وليد ازارو، من وليد ازارو. ما فيها شيء، ما فيها شيء. هدف ثالث صحيح، هدف ثالث صحيح. الاتفاق أخذ هذا اللقاء بالطول وبالعرض، الاتفاق كسب هذا اللقاء فنيا على المستوى الفني وحتى على مستوى النتيجة. هدف اتفاقي ثالث من لاعبه